اخر القرن العتيد الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، تحيه لضريع الاطار لجنه المعتقل، تحيه للمجد والخلود لكل الشهداء للشعب المغربي، وتحيه للعزه والكرامه لكل المعتقلين السياسيين وعلى راسهم معتقل الحركه الطلابيه، وتحيه خاصه للمعتقل معركه الكرامه لاهل ايدي. كلمه غتكون موجهه للدرجه الاولى للجماهير الشعبيه والجماهير داخل ايدي الناس، المعركه ديال الكرامه، بخصوص ان هذا المستوى يصدر المعركه من داخل ايدي ومن داخل منطقه المسور، هي معركه بطوليه ويصدر المستوى لان النظام تفرض عليه ما قدرش يقدم اجابات للمطالب العادله والمشروعه حول القضيه ديال الاراضي للجموع، استعمل القمع يعبر على الطبيعه ديالو، لا وطنيه لا ديمقراطيه لا شعبيه، اللي كان ضحاياها لا النساء ولا الرجال ولا كل كان نتيجه معتقل السياسيين. هذا الشيء اللي وصلت له المعركه هو كيعبر على حاجه اخرى، حتى كاين الديران كيعبر على حاجه اخرى، هو ان الحق ينتزع ولا يعطى ولا يمكن ما يمكنش ان الحق ديال اي كان يرجع خارج النظام الميداني. فاش كنقولوا الميداني الا كنا وصلنا الاعتصام امام العمله واللي فرض عليه يتحرك الملف، فعن طريق الاستمراريه لا سواء في الاعتصام او لا في اي شكل نضالي اخر، اي شكل نضالي اللي غتقودو الجماهير بمعية المناضلين ديالها، هو اللي قادر يفرض على النظام يستجيب لحقه المطالب. وكيف كيتقال الحق كيتنتزع وما كيتعطاش وما دعا الشمال الشعبية بصفة عامة، ودمتم للنضال أوفياء. شكرا.